خبري أو بعد أسلوب خبري. وقلنا الأسلوب الخبري هو الأسلوب الذي يكون فيه الإنسان صادقا أو كاذبا. للكلام ثلاث نسب، هناك نسبة ذهنية ونسبة لسانية ونسبة واقعية. تقول نحن الآن في القسم، نحن الآن في القسم، إذا هذا الكلام مر بالنسبة ذهنية فكرت فيها، إذا نسبة كلامية، هل الواقع يصدق ذلك أم يكذبه؟ فأنت صادق. لكن لو قلت نحن الآن في الملعب، الواقع لا يصدق، إذا فتكون كاذبا. فالكلام الذي يحتمل الصدق والكذب يسمى كلاما خبريا. إن صدقك الواقع فأنت صادق، وإن لم يصدقك الواقع فأنت كاذب. الأسلوب الطلبي هي مجموعة أساليب في العربية معروفة، كالأمر، كالنهي، كالتمني، كالترجي، كالتحضير. لا، هذه أساليب إنشائية، معنى إنشائية أي لا وجود لها في الواقع، أنت تنشئها، أنت تؤسس لها. نقول لك ما اسمك؟ اسمك هذا بالنسبة إلي معروف أم غير معروف؟ غير معروف. لو كان معروفا لما سألتك. كم الساعة؟ أقول لك قم أو تكلم. أنا أقول تكلم معناه كنت أنت ساكتا، وأنا أنشئ، هذا معنى إنشاء، أنا أنشئ كلاما لم يكن موجودا. إذا ليس هل له رصيد في الواقع أم ليس له رصيد في الواقع؟ ما عندوش رصيد في الواقع، ما دام ما عندوش رصيد في الواقع فهو لا يحتمل صدقا ولا كذبا. لما قلنا كم الساعة ما تقوليش أنت صادق ولا كذب، علاه؟ على خاطر ما ثماش رصيد في الواقع اللي باش تحكم به على كلامي إن كنت صادقا أو كاذبا. أنا أنشئ شيئا لم يكن، وأنا أقول قف، كيف كنت قبل ذلك؟ كنت جالسا. إذا فليس هناك واقع ليكذبني أو ليصدقني، فيسمى هذا إيه؟ إنشاء. فالكلام في العربية قسمان، كلام إنشائي وكلام خبري. هذا يحتمل الصدق والكذب، وهذا لا يحتمل صدقا ولا كذبا، وهو محصور في أساليب محدودة: أمر، نهي، استفهام، تمني، ترجي، تحضير، التماس، نداء، قسم. إذا فهناك أساليب محددة، 10-11 أسلوب تقريبا، هذه أساليب إنشائية، وما عدا ذلك هي أساليب خبرية. فهذا للتفريق بين ما معنى قولهم إنشاء أو تلقي خبر، أو هذه تكون في أسلوب طلبي وتكون في أسلوب خبري. إذا كانت أسلوب طلبي إما أن تفيد الإباحة وإما أن تفيد التخيير. بعد الطلب الإباحة أو التخيير، إما أن تفيد الإباحة أو التخيير. ناخذ مثال للإباحة: جالس العبادة أو الزهادة. جالس العبادة أو الزهاد. في التخيير: تزوج هندا أو أختها. تزوج هندا أو أختها. قل لي ما زلت لم أفهم الفرق بين الإيه؟ بين الإباحة والتخيير. هذا سؤالك. أي خاطر في الإباحة جالس العبادة أو الزهاد. هنا معناها عندك أنت الاختيار ما بين الجالس هذا وبين الإباحة. نعم. بينما هنا التخيير تزوج هنا، ما الفرق بين الإباحة والتخيير؟ يعني هذا المهم. متساويين مثلا التخيير، أمران يعني متساويين. يعني متساويين؟ مثلا تعملهم مع بعض.
الإباحة، الإباحة يجوز لك الجمع بينه في عقد واحد، التخيير لا. ولذلك يحرم أن تتزوج المرأة وأختها في وقت واحد، لكن بعد ما طلق الأولى ولا تموت الأولى يجوز. فالفرق بين الإباحة والتخيير، في الإباحة يجوز الجمع بين الأمرين في وقت واحد، أما في التخيير فلا يجوز الجمع بين الأمرين في وقت واحد. وهذا الفرق بين الإباحة والتخيير. الإباحة فيها جواز الجمع بين الأمرين في وقت واحد، في الإباحة جواز الجمع بين الأمرين في وقت واحد، جواز الجمع بين الأمرين في وقت واحد. أما التخيير فيفيد عدم جواز الجمع بين الأمرين في وقت واحد، يفيد عدم جواز الجمع بين الأمرين في وقت واحد. لذلك نحرص على هذا المثال، تزوج هندا أو أختها، لأنه لا يمكن الجمع بين هند وأختها في وقت واحد. إذا بهذا المثال إذا تستطيع أن تفهم التخيير، وإذا فهمت التخيير إذا فعكس الإباحة. هذا الفرق بين الإباحة والتخيير. فلك أن تجالس العباد والزهاد في وقت واحد، هذا الإنسان عابد وزاهد، أو هذا العالم عابد وزاهد واشتغل في وقت واحد، لي أن أجالسهما. أما في الحالة الثانية فأنت تخير، إما أن تكون متزوجا لهن وإما أن تكون متزوجا لأختها، ولا يمكن الجمع بينهم في وقت واحد. نعم، هذا الفرق بين الإباحة والتخيير. إذن وأيضا الآن بعد الخبر، إما أن تفيد الشك وإما أن تفيد التشكيك وإما أن تفيد التقسيم، إما أن تفيد الشك أو التشكيك أو التقسيم. مثال للشك كقوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، الشك كقوله تعالى أو كما في قوله تعالى لبثنا يوما أو بعض يوم، هما شكون أم غير شاكين؟ شاكون، نعم، كما لبثنا، قول لبثنا يوما أو بعض يوم، هذا شك. التشكيك كما في قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، حسنا، أو الثانية وإنا أو إياكم، لهذا هو عدد التمثيل، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإن سطر أو في ضلال مبين. أو قل لي ما الفرق بين الشك والتشكيك؟ ما الفرق بين الآية الأولى والثانية؟ الآية الأولى المتكلم شيء لا يعرف، الآية الثانية يعلم، صلى الله عليه وسلم عندما قال وإن أو إياكم يعرف من هو الذي على هدى ومن هو الذي في ضلال مبين، فهو يشكك أي يجعلك تشك، بينما الشك هو شيء من أصل. التقسيم كقولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، كقولك الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو هنا ليس فيها شك، ليس فيها تشكيك، وإنما هي تقسيم. قل رأى الكلمة ثلاثة أقسام، هي اسم وفعل وحرف. إذن هذا بالنسبة لأو. إذن أو إذا طلب منك أن تحدد معنى أو،
عليك أن تحدد أولاً الهية بعد طلبت أم بعد خبر. شوف هي مسبوقة بماذا؟ هل هي مسبوقة بطلب؟ فهي إما إباحة أو تخيير. كان قادر على الجمع بين الأمرين فهي إباحة، إذا كنت غير قادر فهي تخيير. إذا ورد بعد خبر نظر المتكلم، هل هو شاك أم يشك؟ إذا كان شاكا فهي الشكي، إذا كان هو يشكك الآخر فهي التشكيك، وإلا ما هي تقصير. المطلوب منك أولا أن تحدد الموقع، هل هي مسبوقة بطلب أم مسبوقة بخبر؟ إذا لابد من منهجية في الإجابة. ونحفظش هكذا بطريقة ما يعني عند الإجابة أنظر هي مسبوقة بماذا؟ بطلب أم بخبر؟ لأن إما تكون مسبوقة بطلب أو بخبر، ما يحصلش نرجع ديما بالخمسة، لا كان طلب أنا بين الإباحة والتخيير، كان خبر أنا بين الشك والتشكيك والتقسيم. ولذلك قال هنا أو للتخيير أم نمر إلى أم، أم لطلب التعيين، أم لطلب التعيين، أم لطلب التعيين. ماذا قال الشيخ هنا؟ وأم لطلب التعيين، نحو أعندك زيد أم عمر؟ إذا كنت عالما بأن أحدهما عند المخاطب ولكنك لا تعرف عينه وطلبت منه تعيينه. وأنا في نظري أن هذا المثال لا يكون بهذه الطريقة، ولذلك أطلب منكم تغييره. هو قال أعندك زيد أم عمر؟ لا، أزيد عندك أم عمر؟ هكذا يكون المثال، أزيد عندك أم عمر؟ نغيره على الكتاب، أزيد عندك أم عمر؟ أزيد عندك أم عمر؟ المتكلم عندما يقول أزيد عندك أم عمر هو على يقين من ماذا؟ أن أحدا عندك، لكنه لا يعرف هو من الذي عندك بعينه، فهو يطلب منك أن تعين له. أنا أعرف أن هناك أحدا عندك، لكن من هو فقط؟ هذا معنى طلب التعيين. اثنين، لماذا غيرت المثال وقلت عوض أعندك زيد زيد عندك؟ استعمال الهمزة وأم، الاستعمال السليم والصحيح. دائما المشكوك فيه هو الذي يأتي بعد الهمزة، فالذي يقول أعندك هو شك في ماذا؟ في العندية أم في الموجود عندك؟ في العندية. فالذي يقول أعندك زيد يجب أن يقول أم عند غيرك، هكذا يجب أن يقول. لكن إذا كنت شك في الموجود تقول أزيد عندك، فدائما ما المشكوك فيه هو الذي يأتي إثر الهمزة. ولذلك إبراهيم عندما أو قوم إبراهيم عندما رأوا الصنم مكسرا ماذا قالوا له؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ ترى كمل أم، لو كان في القرآن أم غيرك، ما قالوش أفعلت. لماذا؟ هم شاكين في الفعل أم في الفاعل؟ في الفاعل. الفعل موجود قدامهم، هم يرون الصنم مغشما، إذا هم لا شك عندهم في الفعل، هم شكون في الفاعل، ولذلك ما قالوا أفعلت هذا، أأنت فعلت. نعم، وفرق. ولما تقول أنا عارف أني جيت لكني شاك في طريقة المجيء، راكب ولا ماشي، ماذا تقول؟ أراكبا جئت أم ماشيا؟ ما تقولش أجئت راكبا، لما تقول أجئت راكبا أم لم تجئ. لكن إذا كنت شاكك في الكيفية أراكبا جئت أم راجلا،
إذا نأخذها كقاعدة عندنا بعد الهمزة وأم نضع المشكوك فيه. المشكوك فيه دائما هو اللي يقول إثر الهمزة. إذا لطلب التعيين أعندك لا أزيد عندك أم عمر؟ إذا كنت عالما بأن أحدهما عند المخاطب ولكنك لا تعرف عينه وطلبت منه تعيينه. إذا هذا اسم الأمر لطلب التعيين. تقول أحضرت أم غبت؟ أما أنت حاضر أم فلان؟ إذا لابد دائما اللي بعد أم يسمى المعادل لما بعد الهمزة. هذا المشكوك فيه وهذا المعادل له، فدائما بعد أم يكون المعادل لما بعد الهمزة. احفظها بالطريقة هذه بالقاعدة هذه حتى نحسن استعمال الهمزة وأم. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليك الإنذار وعدم الإنذار. نعم، فالتسوية هنا بين الإنذار وعدم الإنذار. هذا في كيفية استعمال أو حذق استعمال الهمزة مع أم. نعم، نمر بعد ذلك إلى قوله إما وإما. إما قال هنا المكسورة، قال عنها وإما المكسورة الهمزة. ردوا بالنا من إما هذه، قال لك المكسورة لأن هناك المفتوحة وهي أما. أما هذه فهي من حروف الاستئناف، تكون بالتفصيل. أما السائلة وأما بنعمة ربك فحدث، هذه للتفصيل. هناخذ إما. إما هذه يقول إما المكسورة، إذا لا نخلط بين إما أما. حظ على إما المسبوقة بمثلها، مثل أو في معناها، معنى مثل أو في التخيير. نعم، في التخيير. إذا التخيير إما التخيير نحو قوله تعالى فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء. عندكم الآية في الفوق في الكتاب فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء. إذا إما تستعمل هكذا إما وإما، أو إما أو استعمل. يعني ليس بالضرورة إذا استعملت إما أن تعطف عليها إما، إما وإما، أو تتبع الأسليب إما وأو. إما فداء أو إما منا بعد وإما فداء، فنستعمل في الأسلوب العربي إما وإما أو إما وأو. ثم سؤال صلي على المصطفى أو شيء. إذا شوف هو قال لك كأو، كأو عندك خذ معاني أو تخيير إباحة، اللي قلناه في أو نقله إلى إما. ولذلك هو لما قال وإما المكسورة الهمزة المسبوقة بمثلها مثل أو، يعني ما قلت ما قلناه في أو ينسحب على إما. إما يدوان عندك الكبر أحدهما أو أحدهما أو كلاهما. كلاهما لا، هو لم يعطف على إما. أو إما يبلغن أعوذ بالك، هذه إن ما أصلها إن ما. هذيك شرطية، هذيك أصلها إن ما، والجواب فين؟ فلا تقولها.
أي أصلها إن ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، إيه الجواب؟ ثلاثة. قد تذكر هذه جملة شرطية فيها جملة شرط، جملة جواب شرط، وجواب الشرط اقترن بالفاء لأنه جملة طلبية، فلا تقل له لا، هذا مسبوق بجملة إيه؟ طلبية. ماذا من هذه؟ موجودة ياسر شيخ في القرآن. يلزم مكان تشمها أما ترد بالك منها، هذا ما يكونش إنسان باش يتذكر كل الحالات، خاطر ساعات إما هذه هي أصلها إن ما وقع إبدال النون ميما لقرب المخرج، لقرب مخرجهما، ثم أدغمت الميم في الميم، كما ألا أصلها أم لا ولا ألا. إذا هذا بالنسبة إلى إم. نمر إلى بل. بل وبل قال للإضراب، يعني إيه الإضراب؟ الإلغاء. الإضراب هو الإلغاء. تفيد الإضراب. اضرب زيدا بل عم غلط سبق لسان. جاء فلان بل فلان، جاء فلان، جاء زيد بل عم، اخطات هنا خطا سبق لسان فصلح. ذكر ما يعني اضرب؟ الغاء، يعني الغاء الاول واثبات المجيء للثاني. اذا مثال جاء زيد بل عم، جاء زيد بل عمرو. فهنا اثبت المجيء من للمعطوف ام للمعطوف عليه؟ للمعطوف. والغيت المجيء عن المعطوف عليه، جاء زيد لا مش زيد بل عمرو. اذا فهذا بالنسبه الى بل فهي تفيد الاضراب. وحتى الإضراب هذا يعني لوحات أنواع، هناك يسمى بالإضراب الإبطالي وهناك الإضراب الانتقالي. الإضراب الإبطالي أنك تبطل الكاملون، والانتقالي تخليه كلمة مسؤول عنه وتنتقل إلى غيره. خلينا نحن في الإضراب. جاء زيد بل بل عم، وهذا ما يسمى عند قصر القلب. أنت كنت تظن للعكس، جاء عمر قل لا جاء زيد بل بل عمر، هو كان يظن ان الجاء هي زيد، فهذا مثل قصر القلب. تفضل. يقول الله تعالى كلا بران على قلوبهم، كلا، اذا كلا هنا.